صباح لبنان أحلى صباح دايماً، صباح جنوب لبنان، صباح شمال لبنان، صباح الشوف، صباح البقاع، صباح كل حدا موجوع اليوم. رح نضل نقول هيدي أرضنا ونحن شعب بدنا نعيش ومنحب الحياة. اليوم بدي شارك معكم مقال كتير حبيته، أو إذا هي بالأكثر هي خاطرة كتبتها الإعلامية والشاعرة الدكتور عبير شرارة بنت الشاعر بلال شرارة. بتقول عبير وهي ابنة الجنوب: أخذنا حقائبنا على حين غفلة ورحلنا. كنت أقول بيني وبيني أنه لا يهمني نفسي، أساساً أعيش من أجل أمي وأخي في غربته وعائلتي التي لم تتركنا دقيقة. إخوة أبي رحمه الله، عمي وعائلته وعماتي الحبيبات. تركت أوراقي، كتبي، ذكرياتي وعصا أبي والصور المعلقة على الجدران. كلما جلست أعمره طوبة طوبة من أحلامي رميته. ركبت سيارتي وانطلقت، وجدت ناسنا أهلي في الجنوب يتسابقون إلى المجهول، وصدقا في عيونهم كلام مكتوم ولكن أقوياء. لم أرى شعبا في حياتي مجبولا بالصبر والإيمان كما أهل الجنوب، وأنا بدي زيد كما أهل البقاع، كما أهل لبنان. ليس تحيزا أبدا، بتقول دكتور عبير شرارة، ولكنها الحقيقة. الحجر لا يعنينا والبيوت لا تعنينا، ما يعنينا الأرض والشجر، زيتوننا، زيتنا، شتلات التبغ، التين والعنب والعناب، الحبأ والورد الجوري، وياسمينة أبي. أهلي في الجنوب وفي لبنان أعلم أننا نعيش أياما صعبة ومؤلمة، لكنكم شعب صامد، قوي، محارب، مناضل. كونوا يدا واحدة من أجل غد أفضل، إن الجنوب وإن إليه راجعون. صباح الخير جوزيف. يعني مع هالكلمات المؤثرة، مع كلمات أبناء الجنوب، ما فيك ما تحس بهيدي اللوعة وبهيدا الوجع، بنفس الوقت هيدا الإصرار على العودة، على الإعمار، على الصمود. صباح الخير باتريسيا، وأكيد صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا. كلنا عم نوعى هالكم يوم، يعني عم نتمنى أنه اللي عشناه كان كابوس وقطع، وكل مرة منقول إن شاء الله يعني نكون عم نسمع أخبار جيدة وأخبار أحسن يعني لقدام. ولكن عم نبلش كمان نحس انه في اشياء كثير عم بتصير، عالم تركت بيوتها ما عارفه امتى رح ترجع، وبذات الوقت كمان عم نعيش اضطرابات ما عارفين شو رح يجي وشو رح يصير، وكل دقيقه بدقيقتها عم نعيشها. ولكن اللي بكبر القلب عم نشوف كثير اشخاص كمان وعالم باتريسيا عم توقف مع بعضها وعم بتساعد بعضها، وبعتقد اللي بتفرقوا السياسه عم تجمعوا الازمات للاسف بلبنان، ولكن هذا الشيء بكبر القلب. يعني عم نشوف كمان على مواقع التواصل الاجتماعي قد في عالم غيروا صفحاتهم كليا كرمال يكونوا عم بيقوموا بمبادرات ومساعدات، كل واحد بمجال عمله، ان كان كل شخص عم بجمع اغراض، عم بجمع اكل، عم بجمع حيالله شيء بيقدر يساعد، وكمان الاشخاص اللي ساعدت بتامين مأوى للاشخاص النازحه وكل الاحتياجات اللي طالتهم. ودائما عم نشوف هيدا الشيء عم بيصير، لبناني عم يوقف حد اللبناني. دائما تضامن الانسان جوزيف عم ببين، بس للاسف يبين بس وقت الازمات ووقت الحروب. يا ريت نكون ايد بايد كل الوقت. بالفعل عم نشوف مشهد رائع، مشهد من التضامن الإنساني، بغض النظر عن المواقف السياسية وعن إذا بدك الخيارات السياسية. بهيدا الوقت الكلمة هي للوضع الإنساني، وهي نوقف حد بعض بهيدي الظروف الصعبة. أكيد، وهون يعني بنرجع بنحكي عن الإنسانية باتريسيا والضمير قبل كل شيء، ومنفكر كمان كيف كل واحد بيقدر يساعد، كل واحد بيقدر بحيالله شغلة يساعد، إن كان بأكل بكل قرش بيعمل فرق. وهون حبيت احكي كمان عن مجموعه اشخاص عم بيعملوا شغل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كرمال يكونوا عم بيقدموا كمان قد ما بيقدروا من مساعدات للعالم. في عنا اكيد روتاري كلب ببيروت كمان عم بيشتغل، ميشا نور الدين، فود هاك دوت البي، اللي هن كمان عم بيجمعوا اكل، وتحولت صفحتهم من صفحه كيترينج
لصفحة كمان مساعدات. بركي جوزيف كمان نستضيفهم ومنصير كل هالأشخاص لأنه بدنا نضوي على هيدا الموضوع. لازم ناخد اتصالات معهم تنعرف نحن إذا فينا نساعد كمان هول الصفحات كيف نقدر نساعدهم. ماماز جوي اللي هي كمان سارة ياسين اللي عم تقدر كمان تجمع تبرعات لهذا الموضوع. لايت ستايل لغنى سنديد اللي كمان عم تقوم بهذا المبادرة. ذا كول مام اللي عم بيجمعوا احتياجات للنساء النازحين كمان من كل الاحتياجات المعقولة يعوزوها. مامز فارماسيست نسرين زريق. ماي نيم از رشا. اكيد بدنا نحكي عن اوف رجوال معا دوت ال بي. ليبانيز ريد كروس. ليبانيز فود بانك. بيت البركه. سندك ال بي لكل الاشخاص كمان اللي بعدها عم تفتش على مأوى يفوتوا يشوفوا كمان هول الصفحات. بيتك بيتي بيتك دوت كوم واكيد كثير غيرهم. فهول الصفحات يعني كمان موثوق منهم، المراجع تبعهم والمصادر معروفه، وهذا اهم شيء بهالفتره لانه بدنا ننتبه من العصابات والاشخاص اللي عم بيقوموا كمان بحيلا نوع من السرقه. بالفعل عم ينشر كمان جوزيف هذا الموضوع، عم ينشر ارقام فيك. يعني حرام العالم كرمال البيوت عم بيدقوا عليها وعم بيطلعوا ارقام مش مضبوطه او مضلله، ما بعرف شو الهدف منها، بس ضروري نتاكد من كل الارقام، نتاكد من كل الداتا يلي بين ايدينا، اذا اشخاص في اشخاص عن جد نصابين، في اشخاص عم تستغل هذا الموضوع للاسف بكل يعني بكل معركه وبكل موقف وبكل مفصل، في ناس عاطلين وفي ناس منيح. هون بنرجع بنذكر انه الضمير بهيك مواقف والانسانيه اللي بدها تلعب دوره، لانه في يكون الدولاب على حيلا حدا منا، ونحن كلنا ببلد واحد وكلنا اخوه وكلنا لبنانيه، وهيدي يعني الحرب عم تاثر علينا كلنا، اللي ما تضرر ماديا ضرر اكيد نفسيا أكيد. ومعنويا، والبلد كله رح يكون ضرر ماديا على المدى الطويل. فاكيد نتمنى اكيد الشفاء العاجل لكل الجرحى، بنتمنى هذا الشيء يخلص، واكيد بنقول الرحمه لكل الشهداء اللي ماتوا بهذا. اكيد جوزيف انا هون شوي بالبرنامج الصباحي رح كل يوم او من فتره لفتره نضوي على جهود الوزارات المختصه، طبعا في وزاره الصحه عم تعمل عمل جبار، رح يكون معنا كمان اليوم شخصيات من الوزاره، اطباء ومدراء مستشفيات لنحكي اكثر عن الواقع الصحي وعن الصمود الصحي والسياسات الصحيه. اليوم بدي احكي شوي عن قرارين لوزاره الاتصالات، في قرارين اتخذهم الوزير القرم بيتعلقوا بتخفيف الاعباء على المتضررين بالجنوب، القرار الاول له علاقه بالخطوط الثابته او اجيره بتاخير المستحقات، وكمان لحقوا هيدا القرار يعني اصلاح ما تضرر على عاتق الدوله، وابدا يعني ما يتكلفوا الاشخاص يلي تضرروا بهيدا المطرح جراء القصف من اي اعباء لها علاقه بهذا الموضوع. القرار الثاني وقبل هيك هيدا طلع القرار قبل ما شوي تتفاعل القصص بالجنوب بشكل هالقد تصاعدي وسلبي، القرار كان بهدف تخفيف العبء عن الطلاب بالقرى الحدوديه بجنوب لبنان بظل الظروف الامنيه، وهذا الشيء اكيد دفع بكثير مدارس انه تسكر ابوابها. اصدر وزير الاتصالات المهندس جوني القرم قرار يقضي بانشاء شركتي الخلوي الفا وتاتش باقه انترنت لا استخدامها من قبل طلاب الجنوب، وذلك بغيه تسهيل وتفعيل التدريس عن بعد اونلاين. وفي قرار بمعلومات خاصه لاحلى صباح قيد الدرس انه بظل هيدي الاوضاع الراهنه والاعتداءات الاسرائيليه تمديد فترة تسديد الفواتير وإعادة التشريج للخطوط المسبوقة الدفع، طبعا بعده القرار قيد الدرس، وإن شاء الله هيك بيتفاعل لأنه العالم مش فاضي تركز على التشريج هلأ وبدها تتواصل مع بعضها وبدها تطمن أهلها. فألف شكر للوزير جوني القرم على كل الجهود ولكل الوزارات المختصة، رح نكون عم نضوي على شغل الوزارات، بعرف قديه الوزراء وفريقهم والوزارات عم بيشتغلوا إذا بدكم بظروف كارثية ويمكن بإمكانيات معدومة، وإنما هيدي الإرادة إرادة الحياة وبدنا نكمل مع النحل تاني إذا الله راد يعني أكيد. وبنعرف يعني قديه هلا الفترة كتير صعبة على الكل، فأكيد نتمنى كمان نكون عم نوصل شوي شوي لحل يخلينا نرجع يمكن على أراضينا نقدر نرجع نعرف شو بدنا نعمل ونكمل الحياة كمان مثل العادة. تعرف جوزيف كمان نحن إذا بدنا ننعي كل الشهداء صاروا بالألوف، يمكن سبقنا بالأعداد للأسف حرب تموز، وإنما ما فينا منضوي على الجسم الإعلامي على الشهداء بالإعلام. للأسف يعني ب 23 أيلول نهار الاثنين
قتل الصحافي هادي السيد بالقصف الإسرائيلي، وهو بيشتغل بموقع الميادين أونلاين. بقصف إسرائيلي استهدف بلدة برجة رحال بالجنوب اللبناني. الرحمة لروحه، وهودي شهداء عن جد الجسم الإعلامي يلي نحن بكل مطرح وبكل مصيبة في عنا شهداء وفي عنا ناس عم بيجربوا ينقلوا الكلمة والصوت، بيروحوا ضحايا وشهداء. كمان ب 25 أيلول قتل المصور السابق بقناة المنار بقصف إسرائيلي استهدف بلدة الأنطرة الجنوبية كراكي، الله يرحم روحه. طبعا دايما مثل ما بقول الصحافي كمان حامل مثل المقاوم، مثل اي شخص حامل كفه ودمه على كفه ليقدر يوصل الكلمه. الله يرحمهم. اكيد الله يرحم جميع الشهداء، ونتمنى اكيد مثل ما قلنا الشفاء العاجل لكل الجرحى والضحايا. ويعني نحن اكيد باحلى صباح رح نضل متابعين الاوضاع، رح نضل عم نحكي كمان مع كل الاشخاص اللي عم بيقدروا يساعدوا وكيف يقدروا يساعدوا، ونوصل معلومات للمشاهدين اذا عبالهم هن كمان يكونوا عم بيقوموا بحيلا مبادره كيف بيقدروا عبر اي منصه كمان بيقدروا يساعدوا الاشخاص اللي بدهم يساعدوها. هون ما في ما كمان وجه تحيه جوزيف لوداد جابور ولماركس سكايز للحريات الاعلاميه، تابع لمؤسسه سمير قصير، لانه عم يرصدوا كل المواضيع. وهذه الصفحه يلي عن جد بس تفوت عليها بتحس قديه الموضوع هيك منظم، وقديه في رقي، وقديه في تحديد للمواضيع يلي عم تنحكى وعم تنقال وعم بتصير. الف تحيه لكم ويعطيكم الف عافيه. اكيد الف تحيه لحيلا شخص كمان عم بيحط من وقته ومجهوده كرمال يكون عم بيقوم بحيلا مبادره او يقدر يجمع التبرعات، لانه كل عن جد كل قرش بيأثر. حيلا شيء بنقدر نعمله، يمكن اذا عندنا اكل زياده بالبيت نقدر نعطيهم تياب، هلا كمان جاي شتويه فما بنعرف كمان شو معقول يصير، ولكن حيلا شيء بنقدر نساعد فيه بيساعد. بالنهايه كثير صعبه واحد كمان باتريسيا يفل من بيته مجمع قد ما بيقدر اغراض بشنطه وحده وما عارف لوين رايح. صحيح. فان شاء الله ما حدا يرجع يعيشها، وان شاء الله نقدر نرجع كمان على الجنوب بأقرب. نحن كمان ناطرين يصير في هدنه، يعني هلا حسب التقارير هلا هدول اليومين كثير كمان خطرين وبيقرروا مصير كثير كبير. صحيح. ولكن تنشوف كمان شو راح يكون حسب التطورات السياسيه. كمان الساعه 9:30 راح نكون بكلمه مباشره من الامم المتحده، كلمه رئيس الحكومه، على امل انه يصير في هدنه مثل ما عم بينحكى وينحل هيدا الموضوع وترجع العالم على بيتها هيك على ابواب الشتاء، ويكون في حل سياسي ودبلوماسي. طبعا نحن جوزيف رح نكون بعد شوي مع عناوين الصحف مع نجوى سابا، على امل تحمل الاخبار المنيحه الايام الجايه لنقدر عن جد نشوف شو بده يصير، كيف بدنا نتصرف. كمان رح نكون كمان بالعديد من المواضيع اللي كمان بترجع لهذا الموضوع. عنا اتصال مع علي مطر رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني كرمال نحكي كمان معه عن الدور اللي عم بتقوم فيه هذا الاتحاد، وخاصه بهاليومين اللي قطعوا. مثل ما قلنا جوزيف رح نكون مع شغل الوزارات على الارض باحلى صباح. رح يكون معنا هشام فواز وهو رئيس دائره المستشفيات والمستوصفات بوزاره الصحه العامه وعضو غرفه عمليات وزاره الصحه. كمان رح يكون محمد باقر عبيد ضيفنا بالاستوديو واللي هو مخترع، كرمال يحكينا عن التهديدات اللي عم توصل للعالم عبر الواتساب بالتحديد والخروقات اللي عم بتصير على حساباتهم. ورح بيكون معنا كمان البروفيسور يوسف فارس وهو مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي لنحكي عن المستشفى، كيف تعاطت مع الجرحى، كيف قدرت عن جد تلبي كل الطلبات، وكيف شو هي مقومات الصمود للايام اللي جايه. وان شاء الله ما نعوز بقى، بس بدنا نحكي ونشوف شو هي اذا بدك سياسه الصحه العام. اكيد نحن دائما بدنا نضل متابعين كل هول المواضيع باتريسيا. وانا بدي ارجع اذكر كل الاشخاص انه الخط الساخن لكل الاشخاص اللي عم بتعاني من حيلا اضطراب نفسي او عم تفكر بالانتحار او حيلا شيء، لانه بنعرف قد ايه هلا بتزيد كمان هول الاضطرابات. 15-64 امبريس ليبانون بعدهم عم بيشتغلوا وبعدهم بهيدي الظروف مكملين كرمال يكونوا عم بيقدروا يساعدوا قد ما فيهم. لكل الاشخاص مرضى السرطان اللي بدها تامن دواء كمان فيها تتصل على الخط الساخن اللي امنته الوزاره 1787. اكيد هول كمان ضمن اطار المبادرات اللي عم بيقوموا فيها الجمعيات والاشخاص المعنيه. بريك وبنرجع.
الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى، وعليك بلادي لأساوم. بيتي هنا أرضي هنا، بحر السهل النهر لنا، وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى، وعليك بلادي لأساوم. صباح الخير. لا صوت دبلوماسي أو تفاوضي أعلى من صوت الحرب الحارقة على لبنان في يومها الرابع، إذ أن وتيرة الهجمات الجوية بقيت على مستواها العنيف والدموي، ليس فقط على مناطق الجنوب والبقاع والضاحية، بل توغلت لتطال بلدات في عمق فتوح كسروان وجبيل. في المقابل، مساع إقليمية ودولية تبذل للتوصل لحل دبلوماسي، وهناك تنسيق بين الرئيسين بري وميقاتي للجنة التصعيد الإسرائيلي. فقد أعلن الرئيس بري أن أمام لبنان 24 ساعة حاسمة، فهل تنجح هذه المساعي أم أن هناك غزة أخرى في لبنان؟ ماذا في عناوين أو أخبار الصحف اللبنانية الصادرة في تاريخ اليوم 26 أيلول 2024؟ نبدأ كالعادة مع صحيفة النهار. مبادرة أمريكية تسابق التهويل بغزو بري، وبري لي النهار المسعى استكمال للجهود مع هوكستين وفرنسا، ولننتظر مجلس الأمن. اتساع إطار الحرب من تل أبيب إلى فتوح كسروان وعشرات الشهداء والجرحى تحت عصف الغارات. الخارجية الأمريكية للنهار لا ضمانات بعدم استهداف مقرات رسمية. The Simp Sons، هل علينا اليوم مشاهدته لنبصر أحداث الغد؟ ننتقل إلى الصفحات الداخلية. وفي التحليل السياسي، تكليف ميقاتي كتكليف السنيورة في 2006، التحول من معادلة الرعب إلى معادلة السلام المتبادل. أيضا في النهار، أي رهانات لحزب الله على المساعي الدبلوماسية؟ ننتقل من النهار إلى الأخبار، وأبرز عناوين الأخبار كالتالي.
فيلم دبلوماسي فاشل، أمريكا تغطي توسيع الحرب، مناورات غزة تتكرر، أمريكا تشرع للعدو توسيع العدوان، ميقاتي يفاوض في نيويورك، الربط مستمر بين غزة ولبنان، إسرائيل حزب الله دروس 2006 تسبق الهجوم برا. أيضا في عناوين الأخبار، إسرائيل تتجاوز عقيدة بن غوريون إلى عقيدة نتنياهو، حروب طويلة ولو كانت بلا أفق. نتابع مع صحيفة اللواء أبرز العناوين: أهداف متضاربة لمفاوضات بري هوكستين وتطور نوعي في استخدام الصواريخ، البنتاغون يتدخل لحماية إسرائيل، وماكرون يوفد وزير خارجيته إلى لبنان، الاحتلال يؤكد استعادة حماس السيطرة على الأرض، ومعارك مع القسام في الضفة، قوات أمريكية وبريطانية تنتشر في قبرص. في اللواء أيضا: زيلينسكي خطة روسية لمهاجمة محطاتنا النووية، ترامب يجب تدمير إيران، لودريان غادر خال الوفاض، والخماسية تتريث باتجاه الخطوات المقبلة، تحذيرات دولية من حرب شاملة إذا قررت إسرائيل غزو لبنان. نتابع والآن مع صحيفة الجمهورية: نتنياهو لا يريد سوى الحرب، استنفار دولي مع الحل السياسي. في الصفحات الداخلية، إسرائيل تستكمل الإبادة الجوية والتلويح بعملية برية، الوجه الجديد للعدوان الإسرائيلي بكل مفاجآته. في الاقتصاد، الاقتصاد الاجتماعي للحرب، هل ينجو من الاحتكار والتربح؟ نتابع مع صحيفة الديار: مسعى أمريكي فرنسي لوقف النار خلال ساعات وإلا التصعيد الكبير، المقاومة تستهدف مركز الموساد في تل أبيب بصاروخ باليستي، العدوان الإسرائيلي مستمر على لبنان، ارتقاء 51 شهيدا. أيضا في عناوين الصفحة الأولى: صحة غزة ترفض تسلم 88 جثة من الجيش الإسرائيلي، مبادرة أمريكية تربط لأول مرة بين لبنان وغزة، بوتين نحتفظ بحق استخدام النووي في حال العدوان علينا أو على بيلاروسيا، CIA تحذر ترامب من تهديدات إيرانية، وهاريس وسعت الفارق مع غريمها الجمهوري. نصل الآن إلى صحيفة الشرق وأبرز العناوين: الرئيس بري مهما طال السفر، بري وميقاتي وهوكستين سباق بين الحل والتصعيد، قصف تل أبيب بالباليستي وإسرائيل ترد في جبيل وكسروان، مقاتلو حزب الله ومنصاته الذين استهدفهم العدو في لبنان، بالإشارة إلى الأطفال الذين يظهرون في الصورة. في عناوين الشرق البارزة أيضا: كراكي يكشف شبكة تجسس الموساد. أخيرا مع لوريان لوجور مترجمة إلى العربية: الحرب بين حزب الله وإسرائيل نافذة دبلوماسية صغيرة جدا، الحرب في لبنان تلقى إجماعا في إسرائيل. في العناوين البارزة أيضا: الأمور تتحرك خلف الكواليس في الأمم المتحدة نحو هدنة من 3 إلى 4 أسابيع، حزب الله يهاجم تل أبيب وإسرائيل تستهدف الشوف وكسروان، هل يعلن حزب الله عن جميع عناصره الذين استشهدوا في الحرب؟ نصل إلى ختام هذه الفقرة ونكون مع كاريكاتور من صحيفة الشرق.